السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فيديو جديد، شحال هذه نيت ما حطيت فيديو، مره فاش كنحط. المهم رجعت لكم فيديو جديد ليا، واحد جينواز اللي ناجحه مليون في المية. الا تبعتوا الطريقة ديالي راها ناجحة مليون في المية. انا البنات ما كانش كتصدق ليا، ولكن فاش درت هاد الطريقة هادي كتصدق ليا مليون في المية. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخلوا لي دي كومونتير دي جيم، وبداو على بركة الله الوصفة. اول حاجه اللي غادي نبداو بها اللي هي هنايا، غادي نخدم في مول ديال 20 سنتيمتر اللي خديت 8 تاع البيضات اللي خرجتهم الصباح، وكنت درت لاجينواز حتى العشيه. ضروري البيض يكون درجه حراره المطبخ اللي تخرجوا غير 4 سوايع ولا 5 سوايع قبل ما ديروا لاجينواز ديالكم. عندي فاني، واي نكهه بغيتي ديروها ديروها، فاني الحامض ولا اللوز، نكهه اللوز. عندي 250 غرام ديال الدقيق اللي مغربل، وعندي 250 غرام ديال سنيده. هذا الشيء اللي كيحتاج انا دايره مول ديال 20 سنتيمتر. اول حاجه غادي نفرق البيض على الصفر، كما كتشوفوا معايا هنا فرق البيض على الصفر. غادي ناخذ واحد القبسه تاع الملحه، ضروري من ديك القبسه تاع الملحه. غادي نزيد واحد القبسه تاع الملحه، وغادي نخلطها في هذا في العجانه. البنات اللي ما عندهاش العجانه تاخذ غير الطراب اليدوي داك الكهربائي، هذه ضروري خاصها الطراب الكهربائي. هاد لا جينواز ما غاديش تصدق لكم بالطراب اليدوي. المهم هنايا بديت كنخلطها في الطراب الكهربائي. خليت البيض حتى ترغوة، ما زدت لا سكر لا حتى شي حاجه، خليتها تقريبا 5 دقائق حتى ترغوة. غادي تشوفوا معايا الرغوة. صافي هنايا فاش طلعت الرغوه الاولى البنات، هنايا غادي نرجع ثاني عاوتاني نطربها، وغادي نزيد السكر معلقه بمعلقه. انا ما كنديرهاش على ثلاثه المراحل، كنزيد السكر معلقه بمعلقه. كنتسنى ما بين معلقه ومعلقه واحد 5 تاع الثواني، بيد ما دارت واحد جوج دورات ولا ثلاثه كما كتشوفوا معايا، كنزيد معلقه بمعلقه باش تولي على شكل مورينغ، لان لا جينواز ضروري خاصها تطرب مزيان. بقى لكم غير ضروري سامحوني. المهم هنا زدت واحد جوج قطرات ديال الفاني، كما قلت لكم النكهات على حساب اللي بغيتو نتوما. هنايا غادي تشوفوا معايا البنات كي ولات على شكل المورينغ، ما كطيحش، ما خاصهاش هاد البيض تاع البيض يطيح، خاصو يكون شاد وعاقد لا مورينغ، بحال كنديروا لا مورينغ. كما كتشوفوا معايا شاده مزيان، كما كيقولوا المنقار تاع العصفور واقيلا بحال هكا، ما عارفاش. المهم انا قلت لكم وصافي. هنايا غادي نرجعوا ثاني، غادي نزيدوا البيض الصفر، الصفر تاع البيض غادي نزيدوا حبه بحبه، ونخلي لهم واحد شويه تاع الوقت، حيت انا غير مزربه لا ماش مزربه الماكينه تاع العجينه. كنخلي ما بين حبه وحبه شي 30 ثانيه بيد ما تخلطت مع داك البيض تاع البيض، حتى تولي عاقده، كتولي شاده مزيان في راسها باش تنجح لكم البنات لا جينواز. شوفوا معايا القوام ديالها كي داير، كطيح ثقيله. شوف القليب هنايا في الراس العجانه الراس العجانه، المهم كتجي ثقيله ثقيله مزيان باش تصدق لكم لا جينواز. هنا بالنسبه للدقيق انا غربلتو، وكنعاود نغربلو فاش كنزيدو على لا جينواز ديالي، درتو على ثلاثه المراحل. هنايا درتو نيشان في لا ماشين البنات، ولكن درتها غير على واحد باش ما يخرج ليش داك الهواء، درتها غير على واحد. هنايا راني مزربه لفيديو، مزربه واحد شويه لفيديو. هنايا خليتها تقريبا واحد 20 ثانيه فقط، 20 ثانيه فقط. وهنايا غادي نزيد عاوتاني المرحله الثانيه، كذلك غادي نطربها واحد 20 ثانيه، غير شويه، غير كدور غير في نيفو واحد، غير هكا في نمره واحد، ما جوج ما ثلاثه، باش يبقى داك الهواء في الكيكه، داك الهواء هو اللي كيطلع داك لاجينواز ديالنا. صافي هنايا من بعد ما خلطتها 30 ثانيه في الطراب، غادي نخرج نكملها بلا سباتي. هنايا هاد المرحله هادي حتى هي ضروري بالنسبه للسباتي، بالنسبه للتخلط تاع لا جينواز كتكون من التحت الفوق البنات، من التحت الفوق، ما تخلطوش عشوائي، لان الا طاحت لكم لا طاحت لكم لا جينواز ما غاديش
طلع في الفران، ما غاديش تطلع هي، ما غاديش تنفخ، غير بشويه عليها من تحت الفوق. هنا انا عذبتني الكاميرا، ما كانش عندي لو تريبي مهرس، لحد الان مازال ما وصلتنيش لو تريبي، كومونديتو ومازال ما وصلتنيش. هنايا بالنسبه للمول، انا خديت كما قلت لكم مول تاع 20 سنتيمات اللي دهنته بالزبده ولا دهنه بالزيت اي حاجه، وفرشت فيه الورق، ورق الطبخ، ورق الطبخ اللي فرشته لتحت، ودورت عليه الجناب كما كتشوفوا معايا، خاصو يديباسي لي مول. وهنايا انا ديجا شعل الفران على 160 درجه كما شفتوا معايا. هنايا راني درتها بالنسبه راجي مراحل كاع ما حطيتهمش، نسيتهم صافي. هنايا ضروري تطاليو داك الفوق ديالها باش ما تحرق لكم. كما قلت لكم انا شعل الفران على 160 درجه، وفاش خشيت الكيكه ديالي ولا لاجينواز ديالي، رديتها على 150 درجه، وخليتها البنات لمده ساعه وخمسة دقائق. خدات معايا ساعه وخمسة دقائق بالضبط، ما تحلوش عليها حتى دوز 45 دقيقه باش تقلبوها واش مازال طايبه ولا ما طايباش. المهم انا خدات لي هذه تاع 8 البيضات، المول تاع 20 سنتيمات، خدات لي ساعه وخمسة دقائق. غادي تشوفوا معايا هنايا خرجتها. غادي ناخذ واحد العمود تاع الشوا ولا شي، المهم عمود تاع الشوا يكون رقيق. كما شفتوا معايا هنايا راه مديباسا ديباسات المول الكيكه ديالي، ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه البنات، بثلاثه المكونات فقط، غير الدقيق والبيض والسكر والنكهه، صافي هادشي اللي كاين. هنا كما شفتوا معايا قلبتها راها طايبه، وهنايا ما حدها باقا سخونه البنات، ضروري من هاد القضيه هادي ما تخليوهاش حتى تبرد عاد تحيدوها من المول. هنايا باقا سخونه كما شفتوا، هنايا كنحيد داك الكاغيط غير بشويه عليها، لان كما قلت لكم الا تبعتوا هاد الطريقه غادي تصدق لكم مليون في المية، هي خاصها غير تطرب مزيان وغادي تصدق لكم، كونوا اكيدين انها غادي تصدق لكم، غادي تصدق لكم. صافي هنايا حيدت الورق تاع الطبخ ديالي، وغادي نقلبها وغادي نحيد الورق عاوتاني اللي لتحت. جات البنات غزاله، جات رائعه. المهم فاش غادي نعمرها، فاش غادي نعمرها بلا كريم وداكشي، غندير لكم عاوتاني فيديو اخر ان شاء الله، اللي غادي تكون غادي ندير هذه هاد الدايره هذه على شكل قلب على ما اظن، هي دايره وغردها قليب. وهذا هو الشكل النهائي تاع لاجينواز ديالي، غير جربوها على حسابي، غادي تصدق لكم مليون في المية، غير تبعوا الطريقة ديالي إن شاء الله وغادي تصدق لكم. اللي ما كتصدق، اللي ما كتصدقلهاش لاجينواز إن شاء الله غادي تصدق ليها. وهنا كيكون تال الفيديو ديالي، ما تنساوش تابوناو في لاشين، تخليو لي دي كومونتير جيم دي جيم، حتى نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. وغادي نشارك معكم إن شاء الله لا فينيسيون ديالها بلا كريم ديالها بلا فينيسيون ديالها في الفيديو المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.